طبعا كل الكتل السياسية الحقيقة التي تخشى من يعني التفاعلات القادمة للعملية الانتخابية تحاول أن تعيد نفس المسار الذي استخدم في الانتخابات الماضية لكي لا تتغير نتائج هذه الانتخابات، وكأنها يعني عقد تجاري كتب لهذه الكتل، يستخدم به المال السياسي وتستخدم به كل الإمكانيات الغير ديمقراطية لكي تحسن به النتائج ولا تتحقق الرغبات المجتمعية التي أشار لها تقريركم المتعلقة بالحراك التشريني الذي يعني أعاد رسم الحضور المجتمعي ويريد إحداث تغيير في الخارطة السياسية، وهي حركة إصلاحية. أنا أرى حركة شارع هي الحركة الساندة لحركة الصندوق، ويجب أن يكون أن يعني أن تعاد الأمور الديمقراطية إلى نصابها المجتمعي، أن المجتمع هو الذي يصحح المسار، لأنه هو في ظل النظام الديمقراطي يجب أن الناس هم الذين يعني يعبرون عن إرادتهم. فلذلك الكتب يعني تستخدم هذه أشبه بالحيل الشرعية التي يلتافون على القوانين ويستخدمون كل إمكانياتهم لكي تبقى النتائج على ما هي عليه. ولكني كمراقب أعتقد أن هذه الانتخابات سوف لن يكون الوضع كما هو عليه في ظل التداعيات الداخلية والتفاعلات الخارجية، بمعنى أنه كل ما حصل من عمليات قتل وعمليات استهداف للمدنيين والذين يعبرون عن آرائهم، كل هذا الأمور سينعكس على الصندوق. وأعتقد أن الوقت يعني حال لتشكيل قوة سياسية جديدة في الشارع العراقي ولكي يتغير المشهد. يعني نعم.